مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء غائمة وصيفية، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 29 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 19 درجة مئوية. أما غدا نهارا رح تكون الأجواء صيفية معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار 28، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة. يوم الثلاثاء والأربعاء رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل خلال ساعات النهار 28، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة ورح تكون الأجواء مائلة للبرودة. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية، إربد رح تسجل فيها هاي الليلة 21، غدا 30، عجلون 18، غدا 27، جرش 18 وغدا 29 وأجواء غائمة. هاي الليلة بالمفرق 21 أجواء مغبرة، غدا 30 درجة، الزرقاء 21 وغدا 30 وأجواء صيفية. مطار ملك علياء هاي الليلة 17 أجواء باردة، غدا 30 درجة، السلطة 22، غدا 30، مادبا 20 وغدا 29 درجة. هاي الليلة بالبحر الميت أجواء مائلة للحرارة 28، غدا 36، الكرك 16، غدا 26، الطفيلة 18 وغدا 27 درجة. معان هاي الليلة 19، غدا 29 أجواء مغبرة، رح تسجل بمدينة العقبة هاي الليلة 26 وغدا 38 وأجواء حارة. رواشد 21 وغدا 35 وأجواء غائمة وحارة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح تكون الأجواء صيفية خلال ساعات النهار، طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل وظهور سحب منخفضة في العديد من مناطق المملكة. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك ليلى. شكرا جود.